اي تبع مونتا بالجرينو جبل الحاج، وراح نطلع فوق ونشوف سانتا الروساليا. سانتا الروساليا. يلا نتعرف على المكان. ديفيد او مروش يا اوكي حبايب الحلوين حبايب الغاليين، انا هلقيت في مكان كتير كتير عالي في جبل مونتا بالجرينو. مونتا بالجرينو جبل كبير في باليرمو. رحلتي كانت جميلة في باليرمو وجيت الصيف. شكرا كتير شكرا كتير لصديقتنا وغاليتنا مديرتنا سيلفيا ديفيد. اي لاف ات اي لاف ات اي لاف ات يو. هذا المكان كتير عالي شايفين، احنا فوق الغيم فوق الغيم. اشي بيوتيفول اشي جميل اشي حلو كتير 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 كتير. مكان جميل. يا رب اوعد كل انسان بحب الحياة انه يطلع رحلة مثل رحلته. اول رحلة في حياتي اطلعها من قطاع غزة. كتير تعبت كتير مشيت لكن كتير فرحان كتير فرحان. يعني 10 ايام ما ارتحتش. حياتي لوز. يا سلام يا سلام يا سلام. انا مبسوط كتير 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 كتير. الطبيعة والحياة والحرية كل موجود. سلام.